السلام عليكم. ان شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن شيت 6 مادة المانجمنت. هو الشيت ده هو تقريبا اطول شيت عندنا في المنهج، لانه ضمن اكتر من حاجة، وحتى المسائل بتاعته بتاخد وقت طويلة شوية، ده غير ان هو فيه رسم بسكيل ورخم شوية. طيب نمسك الشيت واحدة واحدة كده نشوف ايه اللي عندنا اصلا في الشيت. الشيت ده عندنا فيه 3 حاجات. حاجة عندنا اسمها الريسورسز بروفايل، حاجة اسمها الكاش ان والكاش اوت بروفايلز او الكيرفز، حاجة أخيرة اسمها الجدول بتاع البيمنت. طيب الأول هنتكلم عن ريسورس بروفايل، لأنها منفصلة شوية عن الحاجتين دول، كل واحدة من الاتنين دول تقريبا متعلقين ببعض، فهنتكلم بالريسورس بروفايل الأول وهي بسيطة إن شاء الله. طيب تعالى نتكلم بقى عن الريسورس بروفايل. الريسورس بروفايل دي يعني إيه؟ دلوقتي إحنا اتكلمنا في الشيت اللي فات إن أنا لو عندي أكتيفيتي معين أو حاجة، كنا بنقول إن الأكتيفيتي ده فيه شوية تاسكات المفروض تتعمل، إن التاسكات دي بتعملها مجموعة من الريسورسز اللي عندي. طيب دلوقتي لو احنا جينا نتكلم ونقول ان انا مش عندي اكتيفيتي واحد، لا في المشروع انا عندي اكتر من اكتيفيتي ودول شغالين في اوقات يعني يعتبر مع بعض، يعني في اكتر من اكتيفيتي شغالين في نفس الوقت. انا مثلا نقول ان انا محتاج في معايا مثلا 2 اكتيفيتي، كل واحد منهم محتاج فيه لودر، وجيت وانا بشتغل والاتنين جم في نفس الوقت وانا مأجر اللودر واحد بس، ايه اللي هيحصل؟ في واحد منهم هيشتغل والتاني لا. فانا لا لازم ابقى عارف من قبل ما اجي اجر اللودر او قبل ما ابدا المشروع انا كل فتره محتاج فيها الريسورسز قد ايه، محتاج فيها الكميه بتاعت الريسورسز دي قد ايه. عشان كده بنرسم حاجه اسمها الريسورسز بروفايل، ده عباره عن شكل كده بيوضح لي ان انا كل اسبوع او كل يوم او كل فتره زمنيه من المشروع ده محتاج عدد من الريسورسز قد ايه. تعال نشوف شكل السؤال بيجي لي عامل ازاي، وهنقول شويه كده خطوات وبعد كده نخش على طول على ايه، على مساله محلوله ان شاء الله. طيب تعالى الاول نشوف الشكل. الاول تعالى نشوف لو جاب لك شكل مثلا او خلاك انت ترسم شكل زي الاكتيفيتي اون ارز، يعني مثلا زي ما احنا كنا بنقول في الشرح بتاع شيت 2 ان احنا خدنا مساله من شيت 6 وحليناها اكتيفيتي اون ارز. هو كان في شيت 2، في الشيت 2 بيخليك تعمل اكتيفيتي اون ارز وبس، في شيت 6 ممكن يضم لك الاثنين مع بعض ويخليك ترسم الاكتيفيتي اون ارز وبعد كده تكمل في حل المساله. طب ايه اللي هيزيد علينا عن شيت 2؟ هيزيد علينا ان هو هيديك جدول في الاكتيفيتي والديوريشن بتاعه، وهيديك عليه حاجه ثانيه اسمها ريسورسز نمبر او العدد بتاع الريسورس اللي انت محتاجه في كل اكتيفيتي. يعني مثلا اكتيفيتي زي ايه، لو جيت تبص من الجدول هتلاقي ان العدد الديوريشن بتاعه 2 وبنكتبها تحت زي ما احنا متعودين، وبنكتب رقم فوق جنب الايه، الرقم ده هو اللي بيعبر عن عدد الريسورس اللي هو مثلا 5. تمام، يبقى دي اول حاجه. ده ممكن يجيبه لك في الشكل ده، ممكن يجيبه لك يديك الجدول على طول وانت ترسم منه البار شارت على طول، يعني ممكن يطلب منك ان انت ترسم الاكتيفيتي اون ارو وممكن يطلب منك ترسم ايه البار شارت على طول. بس انا طبعا مش عارف ارسم البار شارت غير لما اكون حددته من الاكتيفيتي اون ارو. طيب ممكن يجيب لي البار شارت مرسوم ويديني الجدول ده معاه، وساعتها احنا بقى ايه هنشوف هنعمل ايه. طيب مبدئيا بيبقى احنا محتاجين الاول نرسم البار شارت سواء بالتواريخ الايرلي او الليت، وهنعرف ليه يعني ممكن نرسم بدا امتى وده امتى، او نشوف الحالات اللي عندنا. وبعد ما نرسم البار شارت بنيجي على كل اكتيفيتي من دول ونحط عليه عدد الريسورسز اللي هو مديهولي هنا، وهنشوف ان احنا مش هنحط الرقم ده، لا احنا هنحط حاجه تانية. وبعد كده هنجمع راسي كل نمشي كل يوم او كل فتره زمنيه ونشوف عدد الريسورسز المجموعه عندنا فيها كام، وبعد كده نرسم البروفايل. طيب حلو قوي، المفروض الخطوات دي يبقى حاطينها في دماغنا، وبعد كده نخش نشوف مساله على طول. طيب ده مثلا شكل مساله محلوله. طيب هو هنا عامل ايه؟ هو كان مديني الجدول، الجدول فيه الاكتيفيتيز A و B و C و D و E، وكل واحد منهم مديني الديوريشن بتاعه ومديني عدد العدد الريسورسز اللي هو محتاجها. رحت انا عملت ايه؟ رحت راسم الاول الاكتيفيتي 1 ارو وطلعت منها الاي اس او ال اس، وممكن نرسمها برده بالاكتيفيتي اون نود ودي اسهل بكتير عشان موضوع الدامي لاين زي ما قلنا. فانا هطلع الاي اس وال اس وهرسم بار شارت بالايرلي مثلا، او هو ممكن يحدد لك في المساله يقول لك ارسم بالايرلي او ارسم بالليت زي ما يقول لك. لو ما حددتش ارسم مثلا بالايرلي. تعال نشوف، رسمنا الاكتيفيتي خلاص وحطينا الديوريشن بتاعه زي ما احنا متعودين في الشيت الاولاني. تعال بقى نبص عملنا ايه تاني. جبنا عدد الريسورس اللي هو مديه لك، كان قايل لك ان الاكتيفيتي ايه محتاج 8 ريسورس مثلا، يعني 8. رحت انا عملت ايه؟ رحت انا اشوف الثمانيه دول، لقيتهم ان هو بيحتاجهم في الاربع اسابيع، ولنفترض يعني المده اللي هو مديها لي بالاسابيع، محتاجهم في الاربع اسابيع اللي هيشتغل فيهم الاكتيفيتي ايه. ده معناه ايه؟ معناه ان هو محتاج 2 من الريسورس ده، تعالى نقول انها عماله، يبقى محتاج 2 عمال في كل اسبوع من الاربعه، عشان يبقى محتاج في الاربع اسابيع الثمانيه اللي هو حاطها لي في الجدول. تعالى نخش على بي. بي لقيته ان هو كاتب لي في الجدول 12، عدد الريسورس بتاعه 12 والديوريشن بتاعه 4، قسمت ال 12 على 4 طلعت ان كل اسبوع من دول محتاج 3 من العمال.
وبرضو عملت نفس الكلام مع سي ومع دي ومع اي. بعد ما نحط العدد اللي احنا طلعناه بتاع الاسبوع الواحد للاكتيفيتي بنقوم كاتبينه كده. بعد كده نبدأ نجمع راس. نجمع راس ازاي؟ يعني مثلا باجي عند العمود الاولاني ده كده واقوم مجمع بالشكل ده راس. العمود الاولاني ده عندي فيه 2 ما عنديش معاه حاجة تانية يبقى 2. نخش على العمود اللي بعده اجمع راسي برضو بالشكل ده يبقى انا عندي هنا 2 وعندي هنا 3 يبقى المجموع بتاعهم 5. نخش ونكمل بقية العمدان 2 و3 كمان 5. بعد كده 2 و3 و1 و4 10، 3 و1 و4 8، 1 و4 5، 1 و2 3 ودي 2 لوحدها تنسى. خلاص بعد ما جمعت التجميع اللي عندي دي اللي هرسم بيها البروفايل. طيب تعال نشوف بقى البروفايل ده بيترسم ازاي. اولا بنرسم شكل معايا المحاور اهي، عندي على المحور الافقي بنحط التايم بيبقى ماشي مع البار شارت تقريبا. احنا غالبا هنرسم الاثنين تحت بعض عشان نريح نفسنا بدل ما نعمل هنا سكيل وهنا سكيل، لا هي واحده بس كده كده يعني ناخدها مره واحده وخلاص. قسمنا التايم اللي عندي برده تحت بنفس السكيل اللي احنا عاملينه فوق مثلا بالتايم اهو، وعلى المحور الراسي حطيت ايه عدد الريسورسز اللي انا محتاجها. جيت ابص في الفتره الاولانيه دي لقيت ان انا محتاج 2 ريسورس، يبقى خلاص ادي شديت شارت هنا بتاعت الاثنين. جيت على الفتره اللي بعديها لقيت 5، خلاص يبقى انا هطلع من الاثنين دي عند الخمسه، يبقى انا الفتره دي محتاج 5، اللي بعديها محتاج 5 برده، اللي بعديها محتاج 10 هطلع لل 10، بعد كده 8 يبقى هنزل من ال 10 لل 8 برده في الفتره دي محتاجه 8، بعد كده 5 يبقى انا الفتره دي 5 ودي 3 ودي 2 وخلصت لغايه هنا. كده يبقى ده شكل البروفايل بتاعي وهو ده اللي بيبقى طالبه منك في المسألة. طيب تعال نشوف بس شوية كده نوتس بسيطة كان الدكتور قالهم في المحاضرة، يعني تحسبا لو جاب عليهم أي سؤال أو أي حاجة. أولا قال لك إن أنت لما تيجي ترسم، أنت رسمنا مثلا البار شارت ده كنا إحنا راسمينه على الإيه؟ على الإيرلي، فعشان كده شكل البروفايل طلع بالشكل ده. تعال نشوف لو إحنا كنا راسمينه على الليت إيه اللي هيحصل في شكل البروفايل؟ هيتغير إزاي؟ هنلاقي ان مثلا انا رسمت على الليت هنلاقي ان كل اكتيفيتي من دول اللي هيتشفت واللي هيفضل مكانه، اللي هيتشفت لان ال اس بتاعته اكبر من الاي اس، واللي هيفضل مكانه لان الاي اس وال اس زي بعض قد بعض. خلاص رسمت البروفايل الليت هلاقي ان هو كل واحده من دول اتشفتت. لما كل واحده من دول اتشفتت تجميعة الارقام دي هتختلف عن التجميع اللي انا عاملها دلوقتي، فبالتالي شكل البروفايل هيبقى مختلف شويه. على مثلا نفترض ان البروفايل بتاع الليت هيبقى ماشي ازاي، بدأ هنا مثلا 0 وطلع هنا مثلا للسبعه وماشي للسبعه وبعد كده 8 وبعد كده 9 وبعد كده نزل 6 وهكذا، يعني هتلاقي شكل مختلف خالص عن الشكل اللي موجود هنا. طيب ده معناه ان انا عندي شكلين من البروفايل مختلفين. طيب ده بالعكس، ده انا كمان عندي عدد لا نهائي من اشكال البروفايل. ازاي؟ يعني انا ممكن ارسم كل الارقام دي على الايرلي عادي بس هاخد اكتيفيتي واحد بس واشفته، ساعتها هقدر ارسم بروفايل واقدر العب بقى واغير في الاشكال بتاعت الاكتيفيتي بالايرلي والستارت، واقدر ارسم عدد لا نهائي منين؟ من البروفايلات معايا. طيب مين فيهم الاصح او مين فيهم الاحسن او مين فيهم حاجه؟ قال لك ان احنا عندنا شويه مميزات كده بيقدر يديها لي بروفايل عن التاني، بس هم كلهم صح، بس في شويه مميزات يقدر يديها لي بروفايل عن التاني، وفي شويه شروط كده ممكن تخلي فيه بروفايل يعمل لي عجز وبروفايل لا. تعال نشوف كده. تعال مثلا نبص على اول حاجه هنا، لو جينا نلاحظ نلاقي ان انا عندي هنا 5 عمال ونطوا مره واحده بقوا 10. طيب الكلام ده يفرق معايا في ايه؟ تعالى دلوقتي لو انت شغال مثلا في شركه وعينت شويه مهندسين عندك وخلاص ثبتت ال5 مهندسين معاك، هتيجي في شهر هتحتاج 10 مهندسين، هتروح تجيب 5 مهندسين زياده على اللي معاك. اول ما الشهر ده يخلص هتلاقي ان انت عايز 8 فهتقوم ممشي 2، بعد كده تقوم راجع تاني عايز 5 فتقوم ممشي 3 تاني وهكذا. طيب هو ده مش شغل، يعني ما فيش حد في شركه بيجيب مهندس شهر ويمشيه او يجيبه شهر ويمشيه شهر وبعد كده يرجع يجيبه تاني وهكذا، ده مش هينفع معايا. فدي حاجة يعني مش حلوة في البروفايل لما يبقى فيه فرق كبير كده. فاحنا دايما بنحاول نرسم بروفايل بيبقى فيه فرق المناسيب ما بين كل رقم والتاني قريب، يعني انا لو قدرت ارسمه كله زي حاجة مستطيلة كده هتبقى حاجة كويسة. تعالى بس نشوف مثلا لو احنا رسمنا ده كله مستطيل وعليه 5، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان انا هجيب 5 مهندسين مثلا اشغلهم معايا طول مدة المشروع، مش همشي واحد واجيبه بعد كده ولا الكلام ده كله. خلاص تمام، دي أول نقطة. تاني نقطة، ممكن يجي لك في وقت مثلا انت شغال في منطقة بعيدة او مكان بعيد وانت محتاج عمالة معينة توديها بس لهناك ومش هتقدر تودي اكتر مثلا من 8. هنيجي نبص هنا في البروفايل اللي انا رسمه هلاقي ان انا عندي المنطقة دي فيها 10 وانا اقصى حاجة معايا 8. طب انا الاتنين دول العجز هعمل فيهم ايه؟ هيبقى عندي ساعتها مشكلة، بس ساعتها هقدر اغير في شكل البار شارت عشان اقدر اغير من شكل البروفايل واقدر اغطي العجز. هو دي اللي ممكن بقى الدكتور يعني يجيبها، ان هو يقول لك بعد كده الماكسيموم وغير من شكل البروفايل ده. هتعمل ايه؟ تعال نبص مثلا على الخانه اللي انا عندي فيها العجز، الاقي ان الخانه دي عندي فيها العجز عندي 2 و3 و1 و4. تعال نبص مثلا على الاكتيفيتي اللي هو فيه الاربعات ده،
هنبص هنقول ان انا رسمت بالايرلي ستارت مثلا هنا، ونبص على الليت ستارت بتاعته، ممكن نلاقي ان الليت ستارت بتاعته متشفته بعديها بخانتين. طيب تعالى لو انا نقلت الاكتيفيتي ده بعد خانتين ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان التجميع هنا هترجع، مش هيبقى فيه اربعه هنا ولا هنا، هلاقي ان التجميع هنا اقل من 8، والتجميع هنا اقل من 8، وهنا اقل من 8، وهنا اقل من 8، وهنا اقل من 8. يبقى انا كده خليت كل الارقام اللي هنا اقل من 8. مش ده معناه ان انا هقدر اوفر كل عدد الاسس اللي انا محتاجها في كل فتره؟ يبقى ساعتها انا حليت المشكله. طيب يبقى هو ده بقى الايه اللي بيفرق بروفايل عن بروفايل تاني. تمام. طيب احنا كده يعتبر خلصنا البروفايل الريسورس، الريسورس بروفايل، ناقصنا بس نقطه كده الدكتور يتكلم عنها. طيب احنا دلوقتي قلنا ان المشترك الحاجه الوحيده ما بين كل بروفايل والتاني هي المساحه اللي عندي تحت الكيرف ده. قال لك لو انت جبت الليت وجبت الايرلي واي شكل بروفايل تاني لنفس المساله وجيت تحسب المساحه اللي تحت هنا هتلاقيهم كلهم زي بعض. طيب لو انا حسبت المساحه دي وطلعت مثلا في الشكل اللي انا رسمه ده، لو جيت حسبت المساحه اللي هي الوحده اللي تحت واحد في الارتفاع اتنين ودي واحد في خمسه، وقعدت اجمع المستطيلات دي اللي انا قسمتها، هلاقي انها هتطلع لي 40. طب ايه الوحده بقى واليونت؟ هي دي النقطه المهمه. الوحده واليونت اللي بتطلع لي هي عامل لكل اسبوع. ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا لو اهملنا ان الاكتيفيتيز اللي شغاله معايا دي معتمد على بعض، يعني ايه؟ يعني انا ممكن، يعني ما فيش حاجه اسمها ان اكتيفيتي يبدا بعد التاني كلهم، لا ما لهمش علاقه ببعض، يعني انا ممكن اشغلهم كلهم في نفس الوقت. لو رحت جبت 40 عامل وشغلتهم في اسبوع واحد هيخلصوا لي الشغل. برضه انا ممكن العب في الوحده دي ان انا اخلي دي بدل 40 اخليها مثلا 10، واخلي بدل الاسابيع الواحده دي اخليها 4. ده معناها ايه؟ ان انا ممكن اجيب 10 عمال لمده 4 اسابيع، لمده 4 اسابيع ويخلصوا لي الشغل برضه، او ممكن اجيب عامل واحد لمده 40 اسبوع وهيقدر يخلص لي الشغل برضه. ما دام عندي الاكتيفيتي ملهاش علاقه ببعض يبقى احنا ممكن نحل المشكله اللي كانت عندي اللي هي عامله لي عجز، اللي هي احنا قلنا مثلا عندنا ماكسيمم 5 عمال بالطريقه دي، ان انا اشوف مثلا 5 عمال دول اجيبهم لكام مده كام اسبوع وعلى اساسه احدد الدوريشن بتاعي. او ممكن ان انا لو وفرت عماله كبيره قوي في الاول ممكن اوفر عدد اسابيع تاني من وقت المشروع واقدر اخلصه بدري. دي النقطة اللي اتكلم عليها الدكتور في الحتة بتاعت الريسورس بروفايل، وتقريبا كده احنا غطينا كل حاجة فيه، فهنخلصه ونخش على الجزء اللي بعده. طيب الجزء اللي بعده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الكاش ان والكاش اوت. احنا دلوقتي خلاص عملنا كل حاجة في المشروع، عرفنا ان احنا ازاي امتى بنحدد بنحدد الديوريشن بتاعته والمدة بتاعته وكل اكتيفيتي من دول هيشتغل امتى، وحددنا ازاي الماتيريال اللي هنطلبها، وحددنا كمان الريسورسز اللي عندي وعدد الكرو وكل الكلام ده كله. اللي ناقص لي بس ان انا اعرف التكلفه او مثلا الفلوس هنمشيها ازاي. تعال بقى نتكلم عن جزء الفلوس ده شويه. قال لك دلوقتي لو انا عندي اي مشروع يبقى عندي في نوعين من المصاريف اللي بدفعها، حاجه اسمها الدايركت كوست وحاجه اسمها الان دايركت كوست. الدايركت كوست دي هي مصاريف ليها علاقه بالمشروع ذات نفسه، يعني انا مثلا لو تعالى نتكلم عن مشروع مثلا هنبني عماره ولا حاجه، يبقى ايه المصاريف اللي ليها علاقه مباشره بالمشروع؟ مثلا اول حاجه الفلوس بتاع اللي هنشتري بيها الاسمنت والزلط والرمل والحاجات دي كلها، الاجور بتاعت العماله، المكان اللي انا هاجره، الخشب والشدات والحاجات دي كلها برضو لو هنأجرها، ايا كان الحاجات اللي انا هشتريها او هاجرها هي فلوس بدفعها ليها علاقه مباشره بالمشروع، هي دي اللي بنسميها دايركت كوست. طب ايه الاندايركت كوست؟ لا مثلا نتكلم عن شركه، مثلا الدكتور كان بيقول ان عندنا شركه زي المقاولين العرب لو عاملين مشروع مثلا في التجمع بيبنوا عماير وفيلا، دلوقتي المشروع شغال وبيصرف على نفسه اللي هي الدايركت كوست. طيب احنا مش عندنا في مقر للشركه موجود في مدينه نصر، في عمال شغالين سكرتاريه وحسابات ومديرين والكلام ده كله، دول بياخدوا مرتبهم كل شهر ما لهمش علاقه خالص بالمشروع، او ما لهمش علاقه المشروع دلوقتي اشترينا رمل ما اشتريناش، يعني علاقتهم غير مباشره بالمشروع، بس من غيرهم الشركه ما تقدرش تمشي وتخلص المشروع. فدي اللي بنسميها ان دايركت كوست، ودي بتبقى عباره عن اللي هي المصاريف بتاعت الاوفيس اللي هي المكاتب والحاجات دي، والاوفر هيد اللي هي بتاعت الاداره. طيب دول بحددهم على اساس ايه بقى؟ طيب الدايركت كوست بتاعت البروجكت لو هو مديني شويه اكتيفيتي وقال لي ان كل اكتيفيتي من دول بتتكلف مثلا مبلغ معين، لو انا عايز اجيب التكلفه الكليه بتاعت البروجكت اللي هي الدايركت كوست هعمل ايه؟ هجمع كل القيم اللي هو مديها لي بتاعت الاكتيفيتي الدايركت كوست بتاعتي، يبقى انا كده جبت الدايركت كوست بتاع البروجكت ككل. طيب الاندايركت كوست بتجي لنا على اساس ايه؟ او بتجي لنا على شكل ايه؟ لما هيديها لك نسبه ويقول لك مثلا الاندايركت كوست دي عباره عن 10% من الدايركت كوست او من المصاريف اللي انت هتدفعها بالمشروع، او هيديها لك رقم ثابت كده بيقول لك ان هو كل شهر مثلا بيدفع 150000 جنيه اندايركت كوست. يبقى ساعتها عرفنا ان هو ايه؟ ده الرقم الاندايركت اللي هو ملوش علاقه بالمشروع خالص. طيب
في الاخر في الحالتين انا عندي الاثنين كوست دول، فانا لو عايز اجيب التوتال كوست هعمل ايه؟ هجمع ده زائد ده، يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت الدايركت كوست ككل للمشروع والاندايركت ككل للمشروع، والتوتال كوست يعني التكلفه الكليه بتاعت المشروع كله. طيب هيطلب مني بعد كده ايه؟ هيطلب مني بعد كده يقول لك ارسم الكاش اوت. طيب ارسم الكاش اوت ازاي؟ تعال نشوف دلوقتي. لو انا عندي مثلا نفس الفكره برضو، بنلف ونرجع للبار شارت، عشان كده قلنا ان البار شارت مهم جدا للشيت ده، فانت لو مش مذاكره او مش مراجعه كويس ارجع ذاكره الاول، لان انت مش هتعرف تمشي في المسائل دي. طيب تعالى دلوقتي لو احنا عندنا مديني مثلا الجيفن اهي، مدي لك اكتيفيتي ايه، مديك الدويريشن بتاعه وقال لك ان التكلفه بتاعته 1000 جنيه، واكتيفيتي بي مثلا مديك الدويريشن بتاعه برده مديك التكلفه بتاعته 2000، واكتيفيتي سي التكلفه بتاعته 1000 ومديك الدويريشن بتاعه، وقال لك ان انا عندي اندايركت كوست عباره عن 800 جنيه على المشروع ككل، يعني مش مديها لي نسبه لا ده مديني رقم ثابت. تعال نشوف هنعمل ايه. اول حاجه اروح اعملها ارسم البار شارت. رسمت البار شارت وحطيت عليه كل اكتيفيتي اللي هو بالاحمر ده. بعد كده اعمل ايه؟ هحط في كل فتره زمنيه زي ما كنا بنحط في الريسورسز، هنحط التكلفه بتاعته، يعني مثلا الاكتيفيتي ايه في الاسبوع الاول محتاج كام، وفي الاسبوع الثاني والثالث والرابع والخامس. طبعا هي في الحقيقه او في الواقع الاكتيفيتي مش بيحتاج فلوس ثابته كل يوم، بس احنا بنعتبرها فلوس ثابته وبنقسم المبلغ اللي هو بتاع الاكتيفيتي ككل على الدويريشن بتاعه، عشان نطلع في الاسبوع الواحد او في الفتره الزمنيه الواحده هو محتاج كام. يعني مثلا اكتيفيتي ايه كان عندي هنا 1000 جنيه، قسمتها على الدويريشن بتاعه اللي هو الخمسه، بقى عندي 200 جنيه كل اسبوع مثلا، او مثلا كل فتره زمنيه، تعال نتكلم بالاسابيع، يبقى عندي 200 جنيه كل اسبوع. دخلت على الاكتيفيتي اللي بعده اللي هو بي، لقيت ان هو ايه التكلفه بتاعته 2000 جنيه، رحت بص على الدويريشن لقيت 4، قسمت 2000 على 4 يبقى انا كل اسبوع من دول هحتاج 500. السي 1000 جنيه والدويريشن بتاعها 2 يبقى انا محتاج 500 في كل واحد من الاثنين. بعد ما اعمل البار شارت ده هروح اعمل برده تجميع راسي زي ما كنا بنعمل في الريسورسز البروفايل، هروح نجمع تجميع راسي ونعمل الجدول ده. طيب الجدول ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا في الاسبوع الاول انا كنت محتاج 200، في الاسبوع الثاني 200، الثالث 200، بعد كده نجمع راسي، في الرابع احتجت 200 و500 يبقوا 700، 200 و500 700، 500 لوحدها 500 و500 1000، واخر اسبوع 500. خلاص حطيت الدايركت كوست، روح احط الاندايركت كوست. الاندايركت كوست هو قال لي ان هي كام؟ 800. طيب 800 دي كتوتال انا عايز اوزعها على الفتره الزمنيه، لان انا كل واحده من دول شغال عليها فتره زمنيه لوحدها. بعمل ايه؟ هقسم ال 800 على عدد بتاع الاسابيع اللي انا شغاله اللي هو هنا 8، يبقى انا في الاسبوع الواحد محتاج 100، يبقى كل اسبوع احط له كام؟ 100 100 100 100 وهكذا. خلاص حسبت الدايركت كوست وحسبت الاندايركت كوست، اروح اجيب التوتال كوست اللي هو عباره عن الدايركت زائد الاندايركت، يبقى 200 وال 100 300 وهكذا، اقعد اجمع 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 اجمع. طيب طول ما احنا بقى من اول هنا ولغايه الاخر او اي حاجه بنيجي نرسمها بنرسمها الكوميوليتيف. يعني ايه؟ يعني التراكمي. يبقى انا هعمل خانه ثالثه الاخيره خالص احط فيها الايه؟ التراكمي. التراكمي بتاع التوتال كوست، حطيت ال 300 زي ما هي، زودت عليها 300 كمان بقت 600، زودت 300 كمان بقت 900، زودت عليهم ال 800 بقى 1700 وهكذا لغايه الاخر. طيب مش الرقم الاخير ده بيعبر عن ما اللي انا هدفعه خلال الثمان شهور كلهم؟ يبقى هو ده عباره عن الثمان اسابيع كلهم، ده اللي انا جمعت كل الارقام بتاعت الثمان اسابيع، يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن التوتال كوست بتاع البروجكت. طيب مش التوتال كوست بتاع البروجكت احنا كنا ممكن نجيبه ان انا اجيب التوتال دايركت كوست والتوتال اندايركت كوست واجمعهم؟ تعال نشوف كده ونتاكد ونشيك على نفسنا ان انت وانت بتحل لو طلعت الرقم ده زي مجموع الارقام دي يبقى انت شغال صح والجدول بتاعك ما فيهوش مشكله. تعال نجمع كده 1000 و2000 3000 و1004 و800 يبقى 4800 زي ما انا مطلعه فين في الجدول، يبقى انا كده شغال صح. طيب خلاص انا عملت الجدول بتاعي ده، اروح ارسم الايه؟ الشكل بتاعي. برضه زي ما احنا قلنا في الريسورسز بروفايل بنحاول ناخد نفس الشكل او نفس الرسمه ونفس التقسيمه دي، وناخد نفس السكيل بتاع التايم عشان نعمله مره واحده. يعني انت ممكن تمد الخطوط دي كده وتدخلها برضه على الجدول، يبقى الجدول متقسم بالخانات دي برضه، وتنزل نفس السكيل بتاع التايم. قسمت خلاص السكيل بتاع التايم، ابدا اروح اشوف عند كل تايم عندي التكلفه بتاعتي كام. انا عند التايم الاولاني التكلفه عندي 200، قصدي الكوميوليتيف كلها 300، واللي بعدها 600، واللي بعدها 900 وهكذا لغايه ما اوصل لغايه الاخر خالص عند ال 4800. اوصل الخط ده بايديا فري هاند، لان ده عباره عن كيرف مش خط مش خط ستريت. خلاص تمام، ويبقى دي رسمه بتاعت الكاش اوت، واخر قيمه خالص او اعلى قيمه عندي هي التوتال كوست بتاع البروجكت. خلاص تمام، دي رسمه الكاش اوت. طيب عايزين نعمل برده رسمه للكاش ان. يعني ايه الكاش ان؟ طيب دلوقتي انا كمقاول شغال ولا حاجه بيهمني رسمه الكاش اوت والكاش ان،
ليه؟ لان رسمه الكاش اوت بتحدد لي انا كل فتره زمنيه انا دفعت كام في المشروع ده، ورسمه الكاش ان بتحدد لي انا كل فتره زمنيه هيخش لي فلوس قد ايه. ولو انا لو طرحت الاثنين كاش من بعض هطلع المكسب بتاعي. طيب تعالى عشان نشوف هنرسم ازاي الكاش ان. طيب من اول دلوقتي كده نركز مع بعض لان الجدول ده طويل شويه، هنركز كده سوا. طيب الكاش ان والجزء الاخير اللي احنا كنا بنقول عليه البيمنت هنربطهم الاثنين ببعض. طيب تعالى نشوف ازاي. اولا بروح اعمل الجدول ده. بعمل ايه في الجدول ده؟ اولا تعالى نمسك الخانات اللي فوق دي، دي عدد الخانات بتاعت المده بتاعت المشروع. يعني انا نفترض المشروع اللي معايا ده 4 شهور، فواحد اتنين تلاته اربعه، وازود خانه 5 زياده، وهنشوف احنا زودناها ليه في نص الجدول. خلاص تمام. تعالى بقى نشوف فين في الحته الرئيسيه دي. طيب اول خانه بنحطها هي الدايركت كوست. الدايركت كوست دي اللي احنا كنا لسه حاسبينها من سواء البار شارت او سواء لو هو مديها لك بقى في جدول الاكتيفيتي، انت ممكن تقسمها على الدوريشن على طول وتطلع القيم اللي هي موجوده هنا. خلاص تمام. بعد كده الاندايركت كوست برضه نفس الحكايه، لو هو مديها لك رقم ثابت هنحطها هنا. هو مثلا كان مديني في الاندايركت كوست هنا 4، فراح تقسمها على المده اللي هي الاربعه، يبقى 1 1 1 1. اروح اجيب بعد كده التوتال كوست هو مجموع الاثنين دول، ف 2 1 3 3 1 4 5 1 6 6 1 7. بعد كده في حاجه اسمها البروفيت. البروفيت ده هو المكسب اللي المقاول بيحسبه ان هو هياخده من المشروع ده. يعني هو مثلا المقاول ده عامل حسابه انه هياخد من المشروع ده 10% مكسب. يعني ايه؟ يعني هو لو دفع 100 ياخد 10 جنيه عليها زياده، يبقى هو هياخد من المالك 110. هيقول له مثلا انا المشروع ده هيقف عليك ب 110، 100 اللي هي المصاريف او ال 10. طبعا هو ما بيقولوش، او بتبقى على حسب الاتفاق ما بينهم على حسب نوع العقود اللي احنا خدناها. خلاص تمام. احنا هنا ونفترض مثلا البروفيت بتاعي هو 10%، فانا بضرب ال 10% دي من التوتال كوست، هتطلع هنا 0.3، هنا 0.4، 0.6، 0.7 وهكذا. بعد كده في حاجه اسمها الانفويس. ايه الانفويس دي؟ الانفويس دي هي القيمه اللي انا اللي المقاول هيروح يقولها للمالك، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن التوتال كوست زائد البروفايل. زي ما احنا قلنا من شويه ان المالك مثلا المقاول هيدفع 100 وهياخد 10% مكسب اللي هي ال 10 جنيه، فيروح يقول للمالك انا عايز 110، مش هيقول له انا عايز 100 بس. فهعمل ايه في الانفويس؟ ان انا هجمع كل التوتال كوست زائد البروفيت، هنا 3 و3 من 10 و4 وهكذا، ورحت مجمع. طيب دي الخانه بتاعت الانفويس. خلي بالك ان الشهر هنا احنا مقسمينه خانتين، خانه يمين وخانه شمال، كل ده احنا شغالين في الخانه الشمال. الخانه اليمين دي ما بنشتغلش فيها غير في حاله البيمنت. ايه البيمنت دي؟ انا دلوقتي انا مقاول خلاص حسبت ان انا في الشهر ده محتاج مثلا 3 و3 من 10، اروح اقول للمالك انا هاخد منك 3 و3 من 10. المالك هيقول لي طيب خلاص ماشي، واكيد مش هيطلع الفلوس من جيبه ويديها لي مره واحده على طول، لا هيعمل حاجه من الاثنين، يا اما هيحضر لي المبلغ، يا اما هيروح مثلا لو يراجع الورق اللي انا جايبه له ايا كان. فاحنا الدكتور قال ان انا البيمنت اللي هي الانفويس دي ما بديهاش للمقاول في نفس الشهر، بديها له فين؟ في الشهر اللي بعده او في الفتره الزمنيه اللي بعده. فالاقي ان انا عندي 3 و3 من 10 دي اترحلت للشهر اللي بعده وحطيتها هنا. يبقى انا كده الخانه اللي على اليمين دي بتاعت البيمنت، ده اللي المالك هيدفعه. ال 3 و3 من 10 دي نقلتها حطيتها هنا، ال 4 وال 4 من 10 نقلناها وحطيناها هنا، ال 6 و6 من 10 نقلناها وحطيناها هنا، ال 7 وال 7 من 10 نقلناها وحطيناها هنا، في الخانه اللي احنا كنا مزودينها في الاول زياده. يبقى احنا عرفنا سبب الخانه اللي انا بزودها في الاول زياده، هو شهر بعد المشروع ما يخلص المقاول بيروح ياخد بقيه فلوسه منين؟ من المالك، اللي هو 7 و7 من 10 يعني. خلاص تمام. انا حسبت من اول هنا لغايه فوق ده تمام، مفيش مشكله، وعرفنا القوانين بتاعته وانا كاتبهم هنا حتى تحت. الدايركت كوست هو مجموع الاثنين بتاع التوتال كوست، هو مجموع الدايركت كوست والاندايركت كوست. البروفيت هي عباره عن نسبه مئويه من التوتال كوست، هو بيبينها لك في المساله. الانفويس هو عباره عن مجموع البروفايل والتوتال كوست. و طيب خلاص تمام كده. تعالى بقى نخش، سيب القانون ده دلوقتي، هنشوفه هنا. عندي بعد كده 3 خانات، كل خانه منهم كوميوليتيف. طيب اول خانه كوميوليتيف عن مين؟ كوميوليتيف عن التي سي. هي الخانه دي حاطينها ليه؟ عشان انا عايز ارسم الكاش اوت. انا لو عايز ارسم الكاش اوت هعمل الجدول ده بس، مش هضطر اروح اعمل الجدول اللي فات وارسم من هنا على طول. مش انا هنا حاطط نفس الخانات اللي انا كنت عاملها في الكاش اوت اللي هي الدي سي والاي سي والتي سي، يبقى احط الخانه بتاعت الكوميوليتيف، يبقى الجدول ده مره واحده نستخدمه في رسم الكاش ان والكاش اوت. خلاص حطيت الخانه بتاعت الدي سي، جمعت كوميوليتيف برضه 3 3 و4 7 7 و6 13 7 و7 4 13 و7 20. وفي الاخر اخر شهر انا خلاص خلصت الكوست بتاعتي، فعندي التكلفه 0، يبقى 20 و0 هي ال 20. خلاص تمام. نخش على الخانه اللي بعديها، هي الكوميوليتيف بتاع الانفويس اللي انا مستحق، اللي هي 3 و3 من 10، ونزود عليهم ال 4 و4 يبقى 7 و7، ونزود عليهم 6 و6 وهكذا، ونجمع ونجمع لغايه ما نوصل لاخر خانه.
واخر خانه خالص اللي هي البيمنت الكوميوليتيف بتاعها. الكوميوليتيف بتاعها اسمه بي تو ديت، او اي حاجه هنا كوميوليتيف اسمها تو ديت، يعني انا بجمع لغايه النهارده، انا لغايه النهارده انا صرفت قد ايه، انا لغايه النهارده استحق قد ايه، انا لغايه النهارده استلمت من المالك قد ايه. البي تو ديت اهو، بدانا في الخانه الاولانيه كانت زيرو نزلناها، الخانه الثانيه 3.3 جمعناها على زيرو هي زي ما هي، 3.3 جمعناها على 4، وبعد كده جمعنا هنا وجمعنا هنا وجمعنا هنا لغايه الاخر. المفروض اشيك في الاخر على اخر خانه بس دي كده، هل انا عندي ايه؟ اخر خانه بتاعت البيت تو ديت هي نفس الخانه بتاعت الانفويس، يعني انا من الاخر كل اللي انا طلبته من المالك انا استلمته خلاص، يبقى خدت كل فلوسي من المالك. وان الخانه دي اللي هي فيها التوتال كوست اللي هي بقى اللي انا كنت بقول عليها هنا، التوتال كوست ده لو انا ضربته في الانفويس اللي هي ضربته في البروفيت اللي هي النسبه اللي انا محددها مكسب، وجمعتها تاني على التوتال كوست، يعني التوتال كوست اللي هو ال 20 زائد المكسب في ال 20 تاني، المفروض ده يطلع لي الانفويس اللي انا كنت مستحقه. طبعا التشيك الاخير ده بتعمله عشان لو عندك غلطه هنا في الجدول تعرف تطلعها. خلاص تمام، يبقى احنا كده خلاص خلصنا الجدول بتاع البيمنت. تعال نشوف بقى هنرسم ازاي الكاش ان. طيب احنا قلنا كل الرسومات بتاعتنا عباره عن ايه، برسم بالثلاثه دول، برسم بالكوميوليتيف، يعني ماليش رسومات خالص باي جدول من الجدول العاديه. احنا رسمنا بالاول خانه دي، رسمنا بيها الكاش اوت، والخانه بتاعت البي تو ديت هي دي اللي هنرسم بيها الكاش ان. خلاص تمام، تعال نشوف شكل كده الكاش ان بيبقى عامل ازاي. اهو ادي شكل الكاش ان بتاعي، جيت اهو هرسم عليه كوميوليتيف، برضو المحور الافقي عليه التايم، وهنا المحور الراسي حاطط عليه بي تو ديت، طبعا دي كلها بسكيل. طيب تعال نبص هنا على البي تو ديت، اول فتره خالص اللي هي الفتره الاولانيه اللي هي من الصفر الاول اللي هو الشهر الاولاني ده، كان عندي دفعت فيه كام؟ كان زيرو، فانا مشيت من المسافه دي زيرو. الشهر الثاني دفعت فيه 3.3 اللي هو ادي الشهر الثاني 3.3، الشهر الثالث 7.7، والرابع وهكذا لغايه اخر شهر اللي هي الخانه الاخيره. طبعا الارتفاع ده كله اللي هو اخر خانه او اعلى خانه هو عباره عن ايه؟ عباره عن التوتال بيمنت او التوتال انفويس اللي هو القيمه اللي انا استحقتها او القيمه اللي المقاول دفعها او المالك دفعها. خلاص تمام كده انا رسمت الكاش ان. خلاص تعالى بقى نشوف المالك او المقاول بيهمه ايه من رسمه الكاش ان والكاش اوت. تعالى نحط الرسمتين كده على بعض ونشوف المقاول بيركز ازاي او بيستفاد ايه من الرسمتين دول. طيب عندنا حاجه اسمها الاوفر درافت. ايه الاوفر درافت ده؟ تعالى دلوقتي لو احنا حطينا رسمتين اهم على بعض، ادي الاسود ده هو الكاش ان والاحمر ده هو الكاش اوت. دلوقتي المقاول هيبدا يبص على الرسمه دي وهيقول كده لا والله ده انا اول شهر كده لا انا بدفع اكتر ما معايا، يعني انا بدفع من جيبي والمالك لسه ما ادانيش حاجه. الشهر التاني الملك اداني شويه فلوس والحمد لله غطت المصاريف اللي انا هدفعها في الشهر التاني. الشهر التالت نفس الحكايه، الملك برضو اداني فلوس وغطت المصاريف اللي انا هدفعها لان القيمه بتاعت الاسود اعلى من الاحمر. تعالى بقى نبص على الشهر الرابع، هنلاقي ان انا عندي ايه؟ عندي المصاريف اعلى من الفلوس اللي هيديهاني الملك. طيب يبقى انا عندي هنا مشكله في الحته دي المنقطه دي، ومشكله في الحته المنقطه دي، ان انا هنا هدفع فلوس من جيبي مش من فلوس الملك. يبقى انا لازم قبل ما اخش المشروع ابقى عامل حسابي ان انا لازم يبقى معايا الفلوس دي. يعني ايه؟ تعالى مثلا نفترض هنا المصاريف 200,000 جنيه واللي هيدهوني الملك 100,000 جنيه، يبقى الفرق ما بينهم كام؟ 100,000 جنيه. انا طبعا هاخد الفلوس دي في الاخر من اخر شهر خالص، الملك هيدهاني ومش هخسر حاجه، بس الفكره ان انا هاجي في الشهر ده لازم يبقى معايا سيوله 100,000 جنيه. لو انا داخل المشروع ومش معايا السيوله دي واعتمدت كل الاعتماد على فلوس الملك، المشروع مش هيكمل لان انا هقف وانا هيبقى عندي عجز 100,000 جنيه، واضطر طبعا اروح اقول للمالك، هيقول لي لا احنا في العقد من الاول متفقين على الجدول بتاع البيمنت ده كنا متفقين عليه، فلا انا مش هديك فلوس دلوقتي وانا عايز المشروع بتاعي يخلص. فساعتها ايه اللي هيحصل؟ هيضطر طبعا المقاول يستنى شويه لغايه اخر شهر ويعمل ايه؟ كل الاكتيفيتي اللي كان المفروض يعملها في الشهر ده هيعملها في اخر شهر. يبقى هو في اخر شهر بدل ما كان هيعمل 5 اكتيفيتي لا هيعمل 5 بتوع ده والخمسه بتوع ده. طبعا الوقت مش هيسعفه، هيحصل ديلي في المشروع وتاخير ومشاكل كتير. فهو ده لو من كل ده من الاول ما كانش عامل حسابه ان هو يخش بالسيوله اللي هيدفعها هنا. طيب هل الموضوع بسيط ان احنا نحسبه؟ اه. ازاي؟ عندنا احنا قلنا لما جينا هنا قلنا عملنا ايه؟ قلنا ان انا معايا 100,000 وانا المفروض ادفع 200، يبقى انا عندي عجز 100. عملنا ايه؟ حسبنا حاجه اسمها الاوفر درافت. الاوفر درافت هو عباره عن الكاش ان ناقص الكاش اوت، يعني الكاش ان اللي هو الاسود ده ناقص الكاش اوت اللي هو بالاحمر ده. هروح احسب لكل شهر الاوفر درافت بتاعه، بعد ما احسب الاوفر درافت بتاعه هروح ارسم كيرف او شكل تاني للاوفر درافت. عباره عن ايه؟ برسم محور كده عليه القيم بتاعت الاوفر درافت، طبعا هنقسمه جزء موجب وجزء سالب لان انا عندي لاش في اشهر هيبقى عندي الكاش اوت اكبر من الكاش ان، فالرقم ده هيطلع لي بالسالب، فنعمل حساب السالب هو ده اللي يهمني اصلا. هعمل ايه؟ هروح اسقط بقى كل قيمه بتاعت اسقط كل قيمه من بتوع الكيرف اللي انا حسبتهم اللي هم بتوع الاوفر درافت واوصل ما بينهم بالشكل ده.
وبعد ما اوصل ما بينهم هروح اشوف اكبر قيمة عندي سالبة، واكبر قيمة سالبة عندي هو ده، هو دي اقصى سيولة المفروض المقاول يخش بيها المشروع. يعني مثلا نفترض الشهر التاني عنده هنا 50 وهنا 70 وهنا 100 80 90، يبقى هو المفروض يخش المشروع ده ومعاه 100,000 في الاول عشان يقدر يغطي التكلفة بتاعت المشروع كله في الاخر. طيب يبقى انا كده خلاص عرفت الشكل بتاع الاوفر درافت بيترسم ازاي، وعرفت الشكل بتاع البروفايل بتاع الكاش ان والكاش اوت. طيب هل في حالات مختلفة ممكن تغير لي الشكل بتاع الجدول ده وبتاع الرسومات دي؟ قال لك اه، قال لك عندنا حاجتين كده ممكن نتفق بيهم مع المقاول، يبقى بتبقى باسباب كتير. يعني مثلا المقاول لو حب يقلل الاوفر درافت ده عايز يقلله شويه، فلو المالك مثلا عايز يقلل الفلوس اللي هيدفعها هنا في طول المشروع ويخليها كلها في الاخر عايز يدفعها مره واحده، لو المالك عايز حاجه ضمان للمقاول ان هم مثلا ما يعرفوش بعض او مفيش ثقه كفايه، عايز ضمان ان المقاول هيخلص المشروع لغايه الاخر في الوقت المعين فبيخصم شويه فلوس كده في النص. طب تعالى نشوف الحاجات اللي علينا، هو احنا علينا حاجتين منهم، الحاجتين اللي منهم دول هو عباره عن ايه؟ اول حاجه منهم اللي هي الادفايس ادفانس بيمنت اللي هو العربون بمعنى صح. هي عباره عن ايه العربون ده؟ يعني ده مبلغ باجي قبل ما المشروع يبدا، المالك بيروح يدي المقاول مبلغ كده معين ويقول له دي عربون موجود في الاول. العربون ده بيبقى عباره حاجه من الاثنين، اللي اما بيبقى عباره عن النسبه عن الانفويس بتاع المشروع ككل، ونفترض يعني المقاول هياخد من المالك مثلا يعني في الاخر 150,000 جنيه، ده القيمه اللي هيعمل له بيها من المشروع. هيجي المالك هيقول له انا هديك في الاول مثلا ولنفترض 10,000 جنيه عربون قبل ما تبدا المشروع او قبل ما تنفذ اي حاجه، يبقى دي النسبه في اللي هي ايه الرقم الثابت. طب لو نسبه مئويه هيقول له انا هديك 10% من ال 150,000 جنيه دول عربون في الاول. على حسب ما هو يدولك في السؤال انت بتشوف اذا كان مدولك نسبه، لو مدولك نسبه هتضربها في الانفويس، لو مدولك كونستانت يبقى خلاص رقم. طب ده هيفرق معايا ايه في شكل الجدول؟ احنا هنا لما جينا في شكل الجدول بدانا منين؟ من اول شهر خالص الحاجات اللي هو صرفها ومش عارف ايه والكلام ده. طيب العربون ده مش بيجي لي قبل اول شهر، يبقى انا المفروض ازود الخانه في الاول هنا اللي هي خانه الزيرو، وخانه الزيرو دي مش هيبقى فيها ولا مصروفات ولا اي حاجه، يبقى التوتال كوست والدايركت كوست والكلام ده كله بزيرو، بس خانه البيمنت اللي هي الخانه اللي احنا هنا سيبناها بزيرو اللي هي قبل دي سيبناها بزيرو هيبقى فيها رقم. الرقم ده اللي انا هحطه اللي هو بتاع الايه؟ بتاع العربون. طيب خلاص خلصت كده، يبقى انا عارف هيفرق معايا ايه في الجدول. طب تعالى نشوف هيفرق معايا ايه في شكل البروفايل. تعالى بقى نشوف ان المقاول دايما بيسعى ان هو ياخد عربون في الاول ليه؟ عشان يقلل الاوفر درافت. ازاي؟ دلوقتي لو انا لما دفعت عربون في الاول مش انا زودت قيمه هنا في الاول، لما اجي اخدها تراكميه هتزود لي الارقام بتاعت التراكميه، يبقى بالتالي القيمه بتاع الكاش ان ده بعد ما كان مثلا في الرسمه الاولانيه ولنفترض بالشكل كده تحت يعني بالشكل ده كده مع الكاش اوت، هلاقي ان الرسمه بقى شكلها عامل كده، اتشفتت وطلعت فوق وعدت الايه الكاش اوت. هنا لو جينا نبص هنلاقي ان انا ما عنديش مناطق فيها اوفر درافت تقريبا، النقطه دي معدومه يعني ما فيهاش اوفر درافت كبير، يبقى انا ما عنديش اوفر درافت خالص طول المشروع، وطول المشروع المقاول مش محتاج انه يدفع فلوس من جيبه عشان يغطي التكلفه بتاعه المشروع، هو بياخد الفلوس من المالك ويروح على طول يستخدمها في المشروع على طول. طيب انا خلاص دفعت له عربون في الاول ومفروض بنتحاسب زي ما احنا ماشيين في الجدول مفيش اي مشكله. طيب العربون ده هنخصمه ازاي او في الاخر هنعمله ازاي؟ والله هو طول الجدول هيفضل يحسب عادي، هلاقي ان في الاخر الانفويس اللي هو محتاجه ولنفترض اللي هو ايه ال 22 اللي احنا عاملينها هنا، تعالى نشوف لو احنا مدينين له عربون مثلا ولنفترض 2 في الاول ايه اللي هيحصل؟ هروح اخصم الاثنين دول من اخر قيمه بيمنت بتاعت اخر شهر، هاجي في اخر شهر بقى اقول له دلوقتي احنا خلصنا كل حساباتنا، بس انا في الاول كنت مديك عربون 2 وانت دلوقتي محتاج مني 7 و7، لا يبقى انا اخصم الاثنين من ال 7 و7 واديك ال 5 و7. طيب تمام زي الفل مفيش مشكله. طب تعالى نبص لو انا مثلا مديله عربون 10 وانا جيت على اخر شهر لقيت ان اللي انا المفروض ادفعه له 7 و7، لا يا عم يبقى انا كده هخصم اخر شهر، يبقى انا من العشرة خدت 7 و7 اتبقى لي 3 و3، هعملهم ازاي؟ 2 و3 هخصمهم ازاي؟ هخصمهم من الشهر اللي قبله، هاجي على البيمنت بتاع الشهر اللي قبله دي واقلل منها 2 و3، يبقى انا كده شكل الجدول هيختلف برضه فين؟ في اخر خانتين، ان انا هخصم قيمه الادفانس بيمنت اللي انا كنت مديها له في الاول اللي هي العربون اللي انا مديه له فين؟ في الاول. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ هخصم من اخر شهر، ولو اخر شهر مش مكفي يبقى هناخد الباقي اللي اتبقى من اخر شهر ده ونخصمه من الشهر اللي ايه اللي قبله. طيب يبقى دي اول حاجه عندنا اللي هي الايه العربون. في حاجه تانية عندنا اسمها ريتينشن، دي عباره عن ايه؟ عباره عن ضمان او حاجه اسمها زي مثلا فلوس كده بياخدها المالك من المقاول كل شهر عشان يضمن ان المقاول هيخلص الشغل كله ومش هيتاخر او حاجه زي كده.
طيب نفس الحكايه الريتنشن دي بيديها لك برضو في المساله، لما يديها لك نسبه مئويه، وساعتها النسبه المئويه دي تبقى من الانفويس بتاع كل شهر مش بتاع التوتال، بتاع كل شهر، او يديها لك نسبه ثابته تاخدها من الناتج الانفويس بتاع المقاول كل شهر. فانا مثلا تعال نشوف هناخدها ازاي. مثلا يعني انا مثلا في الشهر الاولاني كان المفروض ادفع 100، الانفويس كان ب 100، هاجي في الشهر التاني مش هروح ادفع له ال 100، لا هو قال لي ان الريتنشن مثلا 10%، يبقى انا هخصم 10% من ال 100 واديها له، يعني ال 100 10% منها 10، يبقى انا هخصم 10 من ال 100 هدي له 90. هاجي في الشهر اللي بعده هلاقيه مثلا، انا نفترض الشهر اللي بعده اهو هو كان مثلا بيستحق ولنفترض 150، لا يبقى انا هاجي في الشهر اللي بعده مش هديله 150، هديله 150 الا 10%، يعني هديله 90% من 150، يعني هديله 135 مش هديله 150 كلها، وهكذا، وافضل اكمل كده لغايه ما اوصل لاخر شهر. طيب امتى الفلوس اللي انا خصمتها دي هل هاكلها على المقاول؟ اكيد لا، يعني انا لازم اديله فلوس، فهعمل ايه؟ هاجي اديها له بس في الاخر. ازاي؟ هديها له بعد فتره بعد ما المشروع بتاعي يخلص، حاجه اسمها فتره الضمان. فترة الضمان دي بيجي في المسألة مثلا بيقول لك إن الريتنشن اللي أنت خصمته ده هتترجعه تاني للمقاول بعد فترة الضمان. تعال نشوف، إحنا هنا مثلا كنا حاسبين إن آخر شهر عندنا هو الرابع وزودنا عليه الخانة الخامسة اللي هي بتاعة الدفع. هاجي بعد الخانة الخامسة دي وأقوم مزود الإيه؟ هزود الشهرين اللي هو كان قايل عليهم، يبقى أنا هوصل عند الشهر الأخير ده هقوم مديله إيه؟ نسبة الريتنشن اللي أنا كنت مخصمها كلها. مش هرجع بقى اقعد احسب الفرق من ده وده واجمعهم في الاخر، لا انا هاخد النسبه بتاعت الريتنشن على طول اضربها في التوتال انفويس بتاع كله، اطلع التوتال ريتنشن اللي انا كنت حاسبه فين في الاخر واحطه هنا في اخر خانه في الجدول. طيب احنا كده عرفنا هي بتعمل ايه في الجدول، تعال نشوف هي بتعمل ايه في البروفايل. ادي البروفايل اللي كان عندي، تعال نبص على البروفايل القديم برضو اللي هو احنا كنا عاملينه. ادي شكل البروفايل القديم اللي عندي اهو، عندي دي الكاش ان برضو اللي هو الاسود ده عادي كده اهو، والكاش ان اللي هو الاحمر ده. حاجه بص، لو انا جيت خصمت من كل شهر من دول نسبه، يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني القيمه دي هتقل شويه، والقيمه دي هتقل شويه، والقيمه دي هتقل شويه، مش كده كاني شفت اللي هو الاسود ده لتحت شويه؟ طيب انا ايه اللي هيحصل لما شفت لتحت شويه؟ الاحمر ده هيقل عنه، يعني كده معناها ان انا زودت الاوفر درافت بعد ما كان عندي منطقتين ومنطقتين صغيرين، لا بقى عندي اكتر من منطقتين، اكتر من منطقتين، والمنطقه اللي كانت عندي صغيره بقت كبيره شويه. فالمقاول لازم يبقى عامل في حسابه ان هو هيخش على اوفر درافت اكبر من الاوفر درافت اللي كان موجود في الاول، لو هو مش معاه الفلوس دي برده ما يقدرش يخش المشروع. تاني حاجه ان هنلاقي ان مثلا المقاول خلاص دفع كل اللي معاه وخلص المشروع هنا عند الشهر الخامس، وهيلاقي نفسه ان هو هيستنى شويه تاني لغايه الشهر السابع لغايه ما ياخد فلوسه. فالمقاول يبقى عامل حسابه ان السيوله اللي هو هياخدها دي او المبلغ اللي هو هيخش ده هياخده ده مش هياخده قبل الشهر السابع، فلو هو داخل مشروع تاني او حاجه يستنى لغايه الشهر السابع لغايه ما ياخد فلوسه بعد كده يقدر يخش في المشروع. طبعا هي دي فيها ميزه اكتر للمالك، ما فيهاش ميزه خالص للمقاول، على عكس العربون. العربون اللي كان كله ميزه للمقاول لان هو بيقلل الاوفر درافت بتاعه وبيديله كمان فلوس في الاول ما بيخلوش يدفع من جيبه، لكن المالك بيدفع فلوس قبل ما يشوف شغل على الارض. الله اعلم، ممكن المقاول بعد كده ينصب عليه ياخد الفلوس دي وما يشتغلش، ياخد الفلوس دي ويطلع له جوده اقل من اللي هم متفقين عليها، فدي كانت في مصلحه المقاول. يبقى الريتنشن في مصلحه المالك، والادفانس بيمنت في مصلحه المقاول. طيب خلاص تمام. طيب احنا كده خلصنا الشيت السادس، وتقريبا هو ده كده خلاص كل الشيتات بتاعت الاداره. طيب لو حد عنده اي مشكله ممكن يكلمنا على اكونت التيم وان شاء الله ممكن نحلها مع بعض.